الكرة العالمية، واحنا تو وصلنا الدور النهائي يعني بكل صراحة عن جدارة رغم ضغط المباريات، لكن كنا متواجدين معناتها في جميع النواحي وعرفنا كيفاش نستغلوا الفرص اللي جاتنا، والحمد لله ونشكر ربي ونشكر الجماهير الرياضية الكبيرة نتاع الرجاء، والحمد لله أهم شيء بالنسبة لي أنا فرحة الجماهير هي هذيك فرحتي. الرجاء أسقط الآن الكرة اللاتينية، المواجهة القادمة مع الكرة الأوروبية هل يرعبكم بايرن؟ مؤكد بايرن فريق كبير، فريق عريق، فريق بطل أوروبا، يعني عنده إمكانيات فظيعة، باش نحاولوا نتعاملوا معاه كما تعاملنا في المباريات السابقة، ومن هنا الدور النهائي يعمل الله دليل. خلينا تو نفرح شوية بالانتصار، هذا الانتصار هام جدا، وصلنا الدور النهائي، مين كان يحلم إلا فريق الرجاء باش يوصل للدور النهائي، هذا الحمد لله فضل من عند ربي، ونشكر اللاعبين على مجهوداتهم والجماهير، ونهني الشعب المغربي الكل وخاصة جماهير الرجاء على هذا الفوز العظيم وعلى الدور النهائي اللي باش يقدموه، فهمتي يعني حاجة اكستراوردينير. ما هي الخلطة البيزنطية إذا صح التعبير القادمة؟ لا خلطة، لا خطط تكتيكية، روح قتالية، انتشار ممتاز في الميدان، والخلطة الكبيرة الكبيرة هي اللي نتكلم ونقول أنا المونتال، يعني هاك ريزيستونس مونتال اللي كوناها عند اللاعبين، ولاو يأمنوا وقادرين باش يدفعوا.